وفي الشأن الفلسطيني أيضا كشف تحقيق برنامج ما خفي أعظم كواليس معركة عسكرية واستخباراتية دارت بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل خلال حرب القدس الأخيرة في مايو من العام الماضي. وعرض التحقيق معلومات ولقطات حصرية. وخلال التحقيق الذي يحمل عنوان قلب المعادلة، كشفت كتائب القسام أن الضربة التي علقتها في نهاية الحرب كانت تشمل 362 صاروخا تستهدف 14 مدينة ومستوطنة إسرائيلية في وقت واحد. كما كشف التحقيق عن قيام قناصة تابعين لكتائب القسام باستهداف منظومة الرصد والمراقبة الإسرائيلية على طول الحدود مع غزة في عملية أطلقت عليها الكتائب اسم عملية الإعماء. كما عرض البرنامج لقطات حصرية لمسيرات هجومية أنتجتها كتائب القسام حلقت فوق آليات إسرائيلية في عمق الحدود. وفي أول ظهور إعلامي له، قال محمد السنوار أحد أبرز أعضاء هيئة أركان كتائب القسام إن المقاومة تعرف كيف تحدد مواضع ألم الاحتلال وكيفية الضغط عليه. وأعلن السنوار أن المقاومة استطاعت تثبيت معادلات مهمة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. عندما نحذر الاحتلال أو نوجه أي رسالة، نعني بذلك أن كل حرف وكل كلمة لها رصيد وفعل ميداني على الأرض، وقد بذلت في تثبيت ذلك جهود دقيقة ومركزة وصيغة معادلات وازنة وفارقة. وعندما نقول ذلك، نعرف كيف نحدد مواضع الألم للاحتلال وكيفية الضغط عليه. وبحمد الله استطعنا تثبيت معادلات مهمة، وأصبح العدو يحسب حسابها جيدا. وكشف السنوار لأول مرة عن غرفة عمليات أمنية مشتركة ضمت ضباط استخبارات من كتائب القسام وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وأن الغرفة كانت منعقدة طوال أيام حرب سيف القدس من العام الماضي. لا بد من الإشارة إلى التعاون المشترك مع الإخوة في محور المقاومة خلال المعركة عبر الغرفة الأمنية المشتركة، والتي كانت منعقدة طوال فترة الحرب وكان لها إسهامات استخبارية مهمة. وينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله اللواء ركن واصف رايقات الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة اللواء، في البداية، هل نحن إزاء مرحلة تاريخية بالنسبة لفصائل المقاومة وعلى رأسها حماس فيما يخص معادلة القوة بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي؟ أم يعني هناك مبالغة في هذا الطرح؟ نعم، المقاومة تتقدم عن السابق، لكن ليس بقلب المعادلات أو المعادلة مع الاحتلال الإسرائيلي. ماذا ترى أنت سيادة اللواء؟ يعني بالتأكيد هناك تغيير لقواعد اللعبة، لقواعد الاشتباك، هناك إلغاء للعقيدة العسكرية القتالية الإسرائيلية، وهذا باعتراف الإسرائيليين أنفسهم. يعني على سبيل المثال، العقيدة القتالية كانت القتال على أرض الغير، لم يعد الآن القتال على أرض الغير متاح، بمعنى أنه الجيش الإسرائيلي كان يذهب الجندي من فلسطين المحتلة يتجه إلى خارج فلسطين المحتلة ويقاتل سواء في لبنان أو في الأردن أو في سوريا أو في غيرها. اليوم الجندي الإسرائيلي يقاتل في فلسطين المحتلة أمام بيته، يعني الصاروخ والقذيفة تصل إلى بيته قبل أن يتوجه إلى أرض المعركة. تحقيق انتصارات أو معركة سريعة قاطفة، لم يعد بإمكان الإسرائيليين أن يحددوا إلا ساعة الصفر. أما مجريات القتال لا يستطيعون التدخل فيها، يعني يستطيعون بدء العدوان، ولكن في اليوم التالي تصبح الأمور بيد المقاومة الفلسطينية وليس بيد الإسرائيليين. تحقيق إنجازات سريعة منذ العام 68 حتى اليوم، وباعترافات القيادات الإسرائيلية لم يحققوا أي إنجاز سياسي، إنما ارتكبوا جرائم حرب، أوغلوا بالدم صحيح، ولكن إنجاز سياسي لم يحققوا. الآن هم يتحدثون عن خشيتهم من العقد الثامن، بمعنى أنه الكيان الصهيوني ربما لا يكمل 80 سنة، وهذا إن دل على شيء يدل على أنهم أقروا ويقرون بأن هناك تطور عند المقاومة الفلسطينية، وقد جربوا أنفسهم.
يعني على سبيل المثال حاولوا منذ العام 2006 حتى اليوم أكثر من اعتداء على قطاع غزة وعدوان أو أكثر من عدوان على جنوب لبنان. حاولت القوات البرية حشدت ووعدت وهددت ولكنها لم تحرك جندي واحد على الأرض. ومعروف عسكريا وعالميا أنه أي معركة إذا لم يكون هناك تقدم بري لا يمكن أن يحقق الجيش إنجازات. فبالتالي ما دام لا يوجد أمل للجيش الإسرائيلي أن يتقدم بريا على الأرض، إذن هو سيبقى يستخدم قوة تدميرية، وهذه القوة التدميرية اليوم يعني هي لصالحه، صحيح ميزان القوة مختل لصالحه، ولكن من يعني سيبقى، هل سيبقى هذا الجيش يملك هذا ميزان القوة القوي إلى الأبد؟ بالعكس، يعني قبل 8 سنين كان قطاع غزة المحاصر يطلق قذيفة على بعد 2 كيلومتر، اليوم يطلق الصاروخ على بعد 250 كيلومتر. طيب. إذن هناك تطور، هناك مهارات ميدان، هناك أيضا يعني حتى بفيلم ما خفي أعظم هناك العديد من النقاط التي تم كشفها لصالح المقاومة وبعكس وسلبيات ضد إسرائيل. طيب أنا في إشارة لافتة للحقيقة أعلن عنها محمد السنوار أحد قيادات الجناح العسكري لحركة حماس بالأمس، وهي أن كانت هناك غرفة مشتركة تجمع بين ضباط من استخبارات حماس، استخبارات حزب الله، واستخبارات الحرس الثوري الإيراني. ما الذي يريد أن يوصله؟ رسالة التي يريد أن يرسلها السنوار من خلال هذا الكشف من وجهة نظرك؟ يعني أولا هي تعبير عن قوة، هو تحدث عن غرفتين وليس غرفة واحدة. هو تحدث عن غرفة العمليات المشتركة الفلسطينية في قطاع غزة، وأشاد بها وبالتنسيق وبالتعاون ما بينهم، وخاصة في المجال الاستخباري ومجال القصف المدفعي والصاروخي. وتحدث عن الغرفة الأمنية، الغرفة الأمنية بمعنى أنها يعني هي جزء من محور المقاومة، وهذا إن دل على شيء يدل على أن، وهو بالتأكيد تحدث عن الغرفة الأمنية بمعنى أنها في معركة سيف القدس، ولكن حقيقة التنسيق والتعاون والإمداد والتدريب وتبادل الخبرات كان قبل ذلك بكثير. يعني حتى الصواريخ الدقيقة التي تطلق على أهداف في بنك الأهداف الفلسطيني في فلسطين المحتلة هي صواريخ معروف هي من محور المقاومة. فبالتالي هذا يدلل على أن المعركة القادمة لن يكون الفلسطيني لوحده، ولن يكون اللبناني لوحده، ولن يكون العربي لوحده، ستكون معركة شاملة وتكون متعددة الجبهات، وهذا ما يقلق إسرائيل. أشكرك شكرا جزيلا اللواء ركن واصف عريقات، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معي عبر الهاتف من رام الله.